فهذه نقطة مهمة، أنا أؤمن بضرورة العمل والضغط للانتخابات البرلمانية وإحراج السلطة القضائية التي خذلت الشعب الليبي والشارع الليبي لأنها متأخرة ومعطلة، ونحن نعلم الأسباب وهناك قصص تدوارت هذه الأيام. دعوني أتلي عليكم قصة واحدة حتى تدركوا ما لدينا من فساد للأسف في القضاء. دعونا نتكلم بصراحة، لا أحد منزه باش يقول لي القضاء الليبي نزيه. هذا الكلام فيه انفصام وفيه خوف من مواجهة أمراضنا. في قضية رفعت ضد قرار مجلس النواب بتكليف حكومة بشار الموازي، رفعت هذه القضية في مصر. تصوروا كم قاضي اعتذر عليها؟ 3 قضاة. الرابع اليوم، الرابع شندار، ثبت حكم مجلس النواب بأنه كلف في الجزء الأول من الحكم أو من المرافعة اللي تمت، وانسحب في الثانية. هل هذا قضاء وطني؟ هل هذا قضاء نزيه؟ يا بنين ما تبوش واجهوا روحكم، لن تحل مشاكلكم. نحن 42 سنة صبرنا في ليبيا، نخب وأكاديميين، علبة المشانق، ظلمنا، دجاجة جمعية، خبزة مش عارف شنين. 42 سنة، لو تكلمنا في سنتين لما عشنا 42 سنة. الآن إذا كان واحد يدير لي هذه الطواطم بحط لي كتعبد، واحد لعب جنرال في الرجمة، وواحد ينوض واحد من قبره بيحط لي الولي الفقيه وبيطلع من تحت السرداب، وواحد يقول لي السلطات نزيها، ما هيش نزيها، لأنها لو نزيها ما كانش حال الشعب الليبي هيك. لو أن كل واحد تحمل مسؤوليته. الآن نخرج في ميدان الشهداء ومجموعة من الموجودين الآن يخرج في ميدان الشهداء. بالله يا جماعة معلش خلي يقولها، وأنا أحترمكم جميعا يعني، ولكني مضطر لقولها. وين أسد الجامعات؟ وين المحامين؟ وين القضاء؟ وينكم مع الشعب الليبي في الميدان للضغط؟ أنتم تكلموا كلكم، نريد أن نضغط على هذه الجهات. طيب هذه حالة شوفنية، حالة برج عجية، حالة شرفات. لا نريد أن نخالط الناس الذين يخرجوا، الناس البسطاء دخلوا وفاهمين الليبيين. باهي هذه الندوات أنا أقدر، وأنا يعني عزمت على حضورها لأني أتشرف أولا بها وليستفاد من هذا العصف الذهني الذي سيدور فيه. ولكن صدقوني لم يتغير شيء بالأوراق. للأسف هذه الطهم الحاكمة المتعددة الأشكال والألوان والمشارب والأسلحة والأموال لن تتزحزح.